السلام عليكم متابعيني حبايب بكل مكان، حيا الله جيش أم ملوكة، أهلا وسهلا بكم. إن شاء الله أقدم لكم كل ما هو جديد. هسه اليوم راح نسوي طريقة كيكة سفنجية. إن شاء الله هاي الكيكة يعني سهلة وبسيطة عليكم، وإن شاء الله المواد والمقادير هسه قدامكم أقدمها لكم. هسه أول ما نبدي الطحين، الطحين كوبين من هذه الأكواب القياسية وربع كوب كاكاو مغلف بيكنج باودر مغلف فانيلا، شكر كوب ونص من هذه الأكواب القياسية، سبع بيضات، نشا خاشوكتين، خاشوكة كوب هيل، خاشوقة أكل محسن كيك. هذا تشوفونه شلون يشبه الفازلين. خل عندنا خاشوقة أكل ورشة ملح. هسه راح نبدي طريقة عمله. طبعا راح نخلط هسه المواد الجافة بالأول كلها. هذا الطحين نخلطه أنا مرتين، وهسه راح أنخله مرتي الثالثة. هسه حطيت الكاكاو، بيكنج باودر، الفانيلا، النشا خاشوكتين قلنا، يعني المواد الناشفة راح أخلطها سوية وأنخلها. والهيل خاشوقة كوب قلت لكم نخل، هذا تقريبا النخلة الثالثة، هاي نخلتها مهم النخل بالكيك الاسفنجي حتى بالكيك العادي يدخل الهواء بيها. كملت عندنا المواد الجافة، هسه نجي للبيض يعني المواد السائلة والفانيلا، المواد اللي تحبونها يعني شنو تخلون من طعم، برتقال مثلا، جوز هند، أي نوع من المنكهات. يعني أنا اليوم راح أخلي بطعم التوفي لأن هو كاكاو يعني يناسب الكاكاو والتوفي. هسه عندنا كملن، هاي سبع بيضات، راح هسه اخلي قلت لكم طعم التوفي، هذا قطرتين كافي يعني اعتبار خاشوقة كوب. رشة ملح، ترى الرشة قليلة يعني مو عبالكم حطيت هواي ملح، لا بس هي ما تنزل هواي. خاشوق هنا عندنا شكر كوب ونص، قايسته خل، خليت أنا قبق بس هو خاشوقة أكل يعني قايسته. وهسه أخير شي بقى عندنا كوب الملء، العفو، خليت المحسن خاشوقة محسن، هسه راح أفرغ هذه المواد الجافة على السائلة. وهسه انتظروني، هم راح أخلي ماي، نص كوب ماي بارد، وطبعا هذه المواد كلها لازم باردة، يعني هسه باعتبار شتاء الجو عادي يعني هو اصلا بارد، بس بالصيف ضروري تكون هاي المواد باردة. أوه.
مثل ما قلت لكم هذا كوب نص كوب الماء نزلته. هسه عندنا الخليط كمل. هسه راح اشيل الخلط. طبعا راح اخلط تقريبا 7 دقائق 8 دقائق لحد ما اشوف الخليط تضاعف عندي. هسه قبل لا اخلص بشي بدقيقة انزل الزيت، خاشوكتين زيت ضرورية تسوي طراوة بالكيكة. وراح اخلطها خلطة خفيفة وكمل عندنا هسه الخليط. هسه تشوفون قدامكم عندي قالب بشكل قلب كملته وغلفته بورق زبدة، واللي ما عنده ورق زبدة عادي يرش يمسحه بزيت ورشة طحين. سويت حفرة بالنص، شوفوا مثل ما تقولون يعني شلون الحفرة تقريبا. هسه راح اجي اضربه تقريبا 3 ضربات على مود يطلع كل الهواء اللي بيها. وهسه راح اخليها بالفرن على درجة حرارة 180 درجة بالفرن الكهربائي. وهسه هذا شكلها النهائي، ان شاء الله يعجبكم وينال رضاكم، ان شاء الله سهلة عليكم بس تبعوها خطوة بخطوة وان شاء الله تنجح وياكم. تنفع هذه الكيكة المناسبات عياد الميلاد. وكل الشكر لكم المتابعيني والمشتركين الجدد اللي من جيش أم ملاك، ولا تنسونا باللايك والاشتراك وتفعيل الجرس. مع ألف سلامة.